السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد، قلت نشارك معكم هاد النهار كيفاش غادي يدوز. بديت لكم اول حاجه بهاد الخنجمو هذا، كيحطوا فيه وليداتي الكتوبه ديالهم ودائما مرون، وقلت نقادو معاكم ونصوروا لكم في نفس الوقت. صافي هنا بديت كنخوي هاد لي زيطاجير وكنمسح فيهم. هنايا كنت دايره فيهم واحد دي غونجمو على شكل مربعات، ما تخسروا ليا قلت ناخذ شي حاجه اخرى من بعد. دابا موقفه في غير الكتوبه هكا بلا غونجمو. صافي بديت كنمسح فيه من الغبره، وغادي نرد الكتوبه كل حاجه رد لبلاصتها. هو الشكل ديال الغونجمو بعد ما قاديتو، حطيت الكتوبه ديال ولدي من الفوق ديال بنتي لتحت على ودي باقا صغيره ما كتوصلش لهداك الطاج الفوقاني، درتهم ليها لتحت تما قرابين ليها وكيبانو منظمين. هنايا دست جمعت بيت النعاس قاديتو ومسحتو، صافي صورت لكم ما درتش لكم لي ديتاي. المهم مسحت غير الغبره غير ميناج خفيف، وهنايا دست غادي نصبن عندي الحوايج. صافي خدمت لا ماشين وغادي ندير فيها تيد. هنا بالنسبه للتيد انا كنستعمل حاليا ديال بيم. كل مره اشنو كندير، مره كندير ليكيد ديال اريال، مره ديال اومو، يعني من شحال هذا وانا كندير ليكيد. وصافي ملي سالا ليا قلت نبدل شويه، خديت هذا سميتو ابيسي ديال بيم، خديت 10 كيلو. وهنايا درت كنوجد في الغدا، هنايا خديت الصغل بديت كنقي فيه وغادي نشرملو ونقليه. صافي دابا بديت كنحيد ليه هذيك الجلده ديالو ونقطع ليه داكشي اللي في الكرش ديالو، وغادي نغسلو وندير ليه شرموله. انا ولادي ما تيبغيوش ليا الحوت الا لا كان هكا مقلي راه كياكلوه، اما لا كان منصوب ولا شي حوت هكا في طاجين ولا هذا ما كيبغيوش ياكلوه ليا، وبهذه الطريقه كياكلوه. وبقيت مستمره بنفس الطريقه حتى كملت هذه الكميه اللي عندي. صافي هنايا راه غسلتو ودرتو يتسقطر، وغنوجد شرموله باش غادي نرقدو. هنايا بديت بالثومه هي الاولى، خديت واحد ثلاثه الفصوص ديال الثوم عصرتهم في هاد العصاره هذه، وغندير في العطريه غندير شويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره والكامون والملح، واحد المعلقه ديال الخل. هنايا درت الخل حقاش ما عنديش الحامض، درت غير الخل.
صافي هو شرمنت الحوت، دابا غادي نخليه شويه يترقد وندوز نوجد حاجه اخرى. هنا كنت عاجنا العجينه ديال الخبز وخمرات، دابا غادي ندوز باش نكرصها. هنا خديت العجينه وقسمتها على 4 ديال الخبيزات، كل مره شنو كندير، مره كندير خبيزات كبار، مره كنديرهم صغار، على حساب شنو، على حساب العجينه كيفاش دايره، وعلى حساب شنو باغا نوجد في الطياب. صافي هنا كنحيد داك الهواء اللي في العجينه وغادي نقسمها. صافي انا قاديت الخبيزات كاملين، غادي نغطيهم نخليهم يخمروا، ومن بعد غادي فاش يخمروا غادي نطيبهم. ودابا باش نقلي الحوت درت الزيت سخون وغادي ندوزو في الدقيق الفورص وغنقليه. هنا بالنسبه للزيت، كل ما كان الزيت شويه كثير هكا في المقله الحوت كيجي زوين، كيجي مقرمش ومن الداخل كيكون طري وطيب مزيان.
صافي دابا ساليت الكميه اللي عندي ديال الحوت، وصافي كندوز هاد المسيحه هادي خفيفه باش دوك النقيطات ديال الزيت اللي طاروا ما تزادش عليهم شي حاجه اخرى، وتبقى لي البوطه دائما نقيه. مره مره كندوز بحال هكا نصحه، يعني فاش كنبغي نغسلها راني كنحيد كلشي ونغسلها، ولكن في وقت الطياب كنبغي ندوز هكا مسيحه خفيفه. وهنايا كنت مطيبه اللوبيا درتها مع الحوت، زدت فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون صافي، وغادي نطفي عليها لحقاش بانت ليا طابت، غير يسخن شويه داك الزيت اللي زدت فيها صافي وغنطفي عليها. ومن بعد كنت صيبت حتى شلاضه ورافقتها مع هاد اللوبيا والحوت اللي شفت وقليته. غير هو كنت باغا نصور لكم في الاخير فاش حطيت الغدا، مي فاش كملت هكا الشغال ديالي بان ليا الوقت ما بقاش، ولادي قرب يجي ليهم ترونسبور ما لقيتش الوقت باش نصور. صافي دغيا زربت حطيت ليهم تغداو. ايوا وما صورتش لكم هذا، ما صورتش لكم الطبله مقاده. صافي بعد ما مشاو هما ليكول ديالهم دست كنكمل هنايا، دارت لا ماشين صافي سكتات، حيدت الحوايج نشرتهم وكملت الروتين ديالي. من بعد شنو درت؟ من بعد مشيت لبيم صافي قلت غنكمل لكم اي حاجه درتها اليوم في هذا النهار غادي نشاركها معاكم. هنايا مشيت لبيم، هيا صورت لكم واحد الجوله خفيفه. هنايا لقيتهم جايبين هاد الطناجر هادو، عجبوني بزاف، وحتى الثمن ديالهم ثمن مناسب، وفيهم جوج ديال القياسات، الكبيره فيها 24 سنتيم والصغيره فيها 22 سنتيم. الصغيره داري لها 70 درهم والكبيره داري لها 90 درهم. وهنا صورت لكم هاد الصينيات هادو اللي دايرين ضجه هاد الايام في تيك توك، كنشوفهم كيحطوهم هكا في الفران كتدخلي مع اربعه الخبيزات كيطيبوا في مره، ولكن فاش شفتهم عن قرب ما عرفتش ما عجبونيش، بان ليا هذاك السيبور اللي كيتخشاو فيه دوك الصينيات ماشي شي حاجه اللي هي يا صحيحه ولا هذا، ما عجبتنيش. بعدا وحده تما لقيتها مهرسه. صافي انا بقيت كنوريكم شنو دايرين، كاينين دي برومو زوينين بحال هذيك ديال القليه حتى هي زوينه دايرينها ديال بوب كورن، دايرين عصارات، المهم جايبين هاد الجمعه هادي جايبين دي برومو زوينين. صافي انا بقيت كندوركم معايا فيما كتعجبني شي حاجه راه كنصورها لكم. صافي بقيت هنايا كنصور لكم اي حاجه كيف قلت لكم شفتها راه كنصورها لكم. هنا بان لي هذا البسكوي هذا قلت غادي نجربو، زوين بزاف فيه شوكولا من الوسط. صافي خديته حتى هوايا. صافي وخرجنا. صافي صورت لكم حتى هاد الجهه اللي كتعجبنا كاملين، ما كاينش اللي ما كيدوش من هنايا وكتبقى واقفه واحد شويه تشوف بهاد البلاصه اللي فيها لي شامبوان ولي باندوش ديودورون الماكياج كاع داكشي اللي كوزميتيك، يعني ضروري خصك تبقاي واقفه هنايا واحد شويه. المهم انايا كيعجبني هاد لي برودوي ديالهم ديال بيم زوينين، حتى لي باندوش كلشي عندهم زوين. حتى فاش كانت بنتي صغيره كنت كناخذ منه ليكوش زوينين، ما فيهمش هذا، ما بالنسبه لي فيهم الحساسيه، عندهم هذاك الماركه زوينه ديال تركيا مزيانه للوليدات اللي فيهم الحساسيه. وهنايا دست بان لي هذا المعطر هذا كاليوم، الحجم هذا صغير. صافي المهم شميتهم كاملين ريحتهم زوينه، واللي عجبني بزاف هو هاد لورونج هذا اللي شاده في يدي، هذاك هو اللي خديته. صافي دابا دست لاكيس نخلص داكشي اللي خديت ومشي للدار غنشارك معاكم اشنو شريت. هنا فاش خرجنا من بيم جلسنا واحد شويه نرتاحو في هاد الجريده هادي حدانا، جلسنا قلت نرتاحو شويه عاد نكملو الطريق. ها هما مشترياتي،
صافي ارتاحينا شويه. دقت هذاك البسكوي اللي قلت لكم خديته، زوين بزاف، فيه الشوكولا من الوسط لذيذ، وفيه واحد الكونتيتي نيت كتيره، داير وقيله شي 17 درهم. صافي جلسنا شويه ارتاحينا، ومن بعد كملنا طريقنا. غنمشي للدار ونشارك معكم اشنو خديت. وانا وريتكم هذا المسجد، هذا مسجد الفردوس، وهنا دورت لكم وريتكم الجريده فين جالسين. المهم واحد المنظر اللي زوين بزاف، وقليل فين كتلقى شي بلاصه هكا يعني في كازا هنا يعني الجريدات ولا هذا. بعد الحمد لله حدايا هذا المسجد، حدايا جريدات، يعني واحد الموقع زوين بزاف ساكنين فيه. ايوا هادشي اللي كاين، ونمشي ان شاء الله للدار نوريكم اشنو خديت. ها هما الطنجرات اللي خديت، هذه كيف قلت لكم كاينه 24، هذه هي الكبيره 24 سنتيمتر، وكاينه الصغيره اللي هي 22، هي هذه. انا خديت جوج كبار وواحده صغيره، انا غادي نحلهم لكم وتشوفوهم. ها هو الشكل ديال الطنجره الكبيره بعد ما حليتها، زوينه بزاف، الديكور ديالها رائع بزاف. هنايا دايرين في هاد لاكولور هذا في الكري، وفيهم لو نوار. انا خديت وحده كري وحده نوار، والصغيره خديتها بحال هاد الكولور هذا في الكري. كيف كتشوفوا زوينين هكا، شي حاجه اللي براتيك وكتحتاجيها كل نهار، هادو ديال استعمال يومي، يبغوا غير شويه المحافظه يعني ما يتجرحوش، وهذا تخدم بهم غير بالعود ولا بالسيليكون، راه ما يطرى لهم حتى شي حاجه. صافي انا حليت لكم هنايا كاملين باش تشوفوهم، باش نوريكم حتى اللون الاخر. مع قلت لكم فيها لون نواغ، ها هو النواغ ديالها، حتى الصغيره حتى هي فيها جوج تلوان، فيها هذا النواغ هذا والكري، حتى النواغ زوين بزاف. وهذه هي الصغيره حتى هي في الكري. انا ما كراش كون كانوا دايرين حتى شي وحده كبر من هذا القياس هذا، يكونوا دايرين الكبيره كاع والمتوسطه والصغيره، غيكون السير احسن، غيجي احسن، ولكن دايرين غير هاد الجوج ديال لي طاي. هنايا وريتكم شنو مكتوب فيها، هادو راه ديال تركيا. وخديت حتى هاد ديستريبيتور ديال الكيك، المهم ديال البات بصفه عامه. وانا بغيت خديتو على ود لي كيك صغار، فاش كنبدا نعمر فيهم في ليمون كيعذبوني. خديت هذا كان الثمن ديالو 40 درهم. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.